رأفت، ممكن تعرفنا على نفسك؟ مرحبا، أنا رأفت سعيد، بشتغل في المصحة النفسية المزرعة في عكا. مزور طبعا. مزور، أنا المسؤول طبعا عن كرة السلة في المستشفى نفسه. اليوم عملنا فعالية كبيرة لكل المرضى الموجودين عندنا في المستشفى. جبنا لهون تقريبا 60 مريض لنهرية للقاعة الرياضية هنا. عملنا طبعا فعاليات لكرة السلة، وإن شاء الله كمان شوي رح نكون موجودين في لعبة كرة السلة في الليغا في درجة الممتازة بين النهرية والعفولة. ممكن بس بهمش تحكي لنا عن الهدف من هاي الفعالية. الهدف هو التوعية للناس العاديين إنه اللي عندهم مشاكل صحية نفسية، إني نفس اللي عنده مشاكل صحية جسمانية، يعني السكري ما بفرق كثير عن السخيزوفرينيا، ما بفرق عن أي مرض نفسي، إني ناس عاديين زينا زيهن مع مشاكل نفسية، واخذوا دواء كيف كل واحد باخذ دواء، وشفتوهن هنا ناس عاديين جدا، بسطة كرامة، بحبوا الحياة طبعا زي أي واحد وزي طبعا. كيف إقبال الوسط العربي على هذا الموضوع؟ الوسط العربي حاليا ما بتقبل هذا الاشي. احنا بنشوفه عندنا في المستشفى، فيش حدا بده ابنه يكون غاد، فيش حدا كله بخبي انه ابنه موجود غاد. انا بتمنى انه مع الوقت التوعية تعلى شوي، ويصير في عندنا وعي كافي انه احنا نعترف في هاي المشكلة الموجودة في كل المجتمعات، ان كان عربي ان كان يهودي ان كان اجنبي ان كان افريقي، في كل المجتمعات وبنفس النسبه. شو ممكن توجه كلمه لكل ذوي هؤلاء الاشخاص يعني، او اللي زيهم؟ انا بالاخص يعني عم بحكي هون بركز على الوسط العربي. الوسط العربي، انا كيف قلت لك انه بدنا احنا كمان توعي. ممكن هون احنا اسا موجودين في وسط اللي هو يهودي طبعا، كمان نعطيه التوعية. كمان عند الوسط اليهودي في مشكلة، عند الوسط العربي انا بحب كمان انه المستشفى تاعنا او اي دائرة حكومية عربية، ان كان مجالس ان كان عموتات كيف بقولها في جمعيات، جمعيات في الوسط العربي، انها توعي الناس بهاي المشكلة وانه فيش اشي عيب. شكرا لك، يعطيك العافية. Gracias.